طيب بصراحة جدعان أنا متعصب جدا 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 يعني فوق ما تتخيلوا، والفيديو ده أنا بعمله وأنا زعلان بصراحة. الغدر جالي من أقرب الناس ليا، وانتوا تعرفوا دلوقتي لما أحكي لكم اللي حصل لي. من حوالي 4-5 أيام كده جالي كومنت من واحد من التوب فانز عندي، بيقول لي مستر أحمد أنا بحبك جدا وتقريبا بفرج على كل فيديوهاتك اللي بتنزلها. لغايه هنا تمام قوي والوضع جميل وابتسامه اترسمت على وشي وكنت سعيد جدا. الجزء الثاني من الكومنت بيقول بقالك كتير قوي مستر احمد ما لعبتش العاب رعب، ومن الاخر كده وعلى بلاطه انا بحبك كل حاجه بتفرج على كل فيديوهاتك، ولكن انا هديك اسبوع واحد لو ما لعبتش لعبه رعب في الاسبوع ده انا هعمل انسبسكرايب. انا عايز اقولك ان انا ما بتهددش، انا بكره حاجه اسمها تهديد. واعمل اللي انت عايزه يا صاحبي، انا مش هلعب العاب رعب تمام الا ان انت تعمل انسبسكرايب، يعني دي الحاجه الوحيده. يعني انا مش هلعب العاب رعب وما بتهددش. باي ذا واي اقول لكم يا جدعان في النضاره الجديده حلوه، ما علينا يعني ما علينا. الواحد يعني بادئ كده بدايه فيديو وهو متعصب، ويعني ما كومنت ملوش لازمه. يعني انا قلت لكم مش هلعب العاب رعب تاني عشان انا ماليش في الرعب اساسا، وانا راجل مسالم وما بحبش اترعب. فخلاص ارجوكوا يا جدعان ما حدش يهددني في الكومنتات تاني لان ما بتجيبش نتيجه خالص. طيب خلينا نرجع يا جدعان للفيديو بتاع النهارده. انا اتعصبت بس مش مشكله، انا اسف جدا يا جدعان، ولكن خلينا نرجع للفيديو بتاع النهارده. النهارده ان شاء الله هنلعب لعبه انفلكشن ديمو، لعبه رعب لسه نازله. لعبه رعب لسه نازله جديده، ويا رب ان شاء الله الفيديو يعجبكم. خربت الهبل. اوكي دي البداية الطبيعية، حد مات، حد اتغز بسكينة. اوه بيبي بوي، احنا مرميين على الارض، الكلاسيك ستارت اوف اني هورر جيم، وفلاش لايت مرمي في الارض طبعا، هنروح ناخده ايزي بيزي ليمون سكويزي، ايزي بيزي ليمون سكويزي. شعرنا يا جماعه الخير ولا بنخاف. هيل هاوس، they go in they don't come out. اوه ماي جاد، حاجات مبشره بالخير جدا. التلفزيون ده بيفتح، فتح القناه السادسه والله. طيب اوكي مش مشكلة يا جدعان، خلينا كده نشوف هنا الكلام. مون كل حاجات كريبي قوي كلها. بيك سيل اوردر اند جيت فري ديليفري. طيب دي حاجة زي ارامكس او كده، نوت سبونسرد باي ذا واي. لا انا عايز اقرا اللي بكتب. استنى يا عم انا ما قفلتش الدرج. هدي ذا رودز اوف باور، ذا رودز اوف ايه، رودز اوف وات ايفر. ايه سبراي غريب. او ماي جاد، لايف از ا ستورم. يا رب اكون قريت صح. ايه يا جدعان انا مش عايز العب العاب رعب، بس عشان انتوا عارفين طبعا احنا يعني. انا ليه فتحتك طيب؟ بدل انت يعني هتعمل معانا كده ليه فتحتك؟ اقفل. كنا بنقول يا جماعه ان انا بعاني دلوقتي، محتاج سبسكرايبرز ومش عايز اخسر السبسكرايبرز اللي عندي، فانا تحت 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 امركو، تحت امركو. السلام عليكم. والله يا جدعان اقسم بالله اهلي كلهم بره البيت وانا بلعب اللعبه دي وانا قاعد لوحدي، اقسم بالله. والوضع يعني مقرف جدا جدا. انا هو ده بيفتح النور؟ والله العظيم اللعبه دي مرعبه قوي يا جدعان، قوي 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 يعني. ما بيتفتحش ومعلي السماعه الاخر، وحاجه يعني حاجه مأساة. حطها دي علبه دواء، والله ما عارف بتاعت ايه. اخواتنا الدكاتره الصيدلانيه يقولوا لنا مين ايه علبه الدواء دي. اي في حد من الفانس هي صيدلانيه وهتعرف نفسها دلوقتي، فانا بليز عايزك تقول لنا ايه الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا دي. ما علينا، ولاعه. اوه بالله عليك حد يحط صوره كده، ولا دي كانت بني ادمه طبيعيه ولبسها عفريت؟ اعتقد كانت بني ادمه طبيعيه ولبسها عفريت.
ما علينا، خلينا هنا نشوف السجاير. والله يا جدعان الديتيلز في اللعبه دي رهيبه. الم او ماي جاد، الديتيلز فعلا حلوه جدا. اوكي حلو حلو، الرسومات حلو، الكلام ده كله جميل جدا. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اوكي حبيب قلبي حبيب قلبي، ماشي. مكتوب ايه ورا؟ بوليس ديبارتمنت. ايه يا جدعان ده؟ يا جدعان ايه يا جدعان ده؟ مش هيجيلي نوم النهارده. ودي مقلوبه ليه دي؟ الصوره وقعت منها، مش فاهم حاجه والله. مقفوله، انا مش هخش هنا عبد. لا اله الا الله، انا خدت فلاش لايت. انا الفلاش لايت كده كده شغال. جايلك جايلك جايلك، حاضر حاضر. طب انا ليه فاتح الباب ده طيب؟ وهرد على التليفون وحاجه هتجيلي من الباب ده و... يا جدعان ليه كده؟ سلام عليكم. والله طب على الاقل كنت استنيت اهلي يجوا طيب والعب اللعبه دي على الاقل، يعني وانا بفكر وعندي دماغ. ما العبهاش لوحدي طيب وانا قاعد لوحدي، غباء قوي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. افتح النور يا ابني، مفيش نور، النور مقفول، احنا ناقصين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انبسطت يا اخويا؟ العب العاب رعب يا مستر، العب اهو بلعب لك العاب رعب اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، استر يا رب. شاكوش حلو، خليه معانا ده، ليه ما نقدرش نشيله؟ عشان اول من العفريت يطلع لنا الدير والشاكوش فوق نافوخ امه. طيب اعتقد هنا في مفتاح او في حاجه المفروض ندور عليها ونلاقيها. مفاتيح كتير والله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الباب في المرايه، اوكي والله العظيم كنت متاكد الباب في المرايه كان مفتوح، فنخش في المرايه يروح فاتح لنا الباب. نجو ازر ده، نخش في ازر دايمنشن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ليه اخترت طيب اكتر لعبه رعب الجرافيك بتاعها حلو؟ انا مش فاهم نفسي بصراحه. صندوق فاضي، في حاجه هنا بتتفتح؟ مفيش كهرباء هنا، ما بتفتحش. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب استر يا رب. حلو حلو جميل. طب انا اوطي ازاي لما اغلط؟ ايه مش محتاج اوطي. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا فندم. مش مبسوط خالص يا جدعان والله، مش مستمتع، مش مستمتع خالص. ده ما يرضيش ربنا والله، والله ده ما يرضيش ربنا، والله ده ما يرضيش ربنا. ايه ده؟ لا اله الا الله. اعوذ بالله اعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عمل اللعبه دي مخاوي على فكره. ايه يا صاحبي ده؟ انا مال امي انا بالحاجات دي؟ طيب انا مالي بالحاجات دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، استر يا رب. وايه ده؟ قاتلين ناس وبتاع. طب انا هبص من خرم وامر لله. ترن بيج، اوكي المفروض نفهم ايه. درين لايف فروم ذا كرييتشر انتل ات هاز كروست اوفر انتو ايه؟ مش عارف اقرا الكلمه دي. درينك ايفر لاست دروب، شكلها تعويذه يا جدعان، شكلها تعويذه. Find a way to vanquish the spirit. أيوة اللي هو أعمل إيه؟ Get out of the basement. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ضايقته، أنا عارف إن أنا ضايقته، ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أستر يا رب. أنا عارف إن أنا ضايقته، ليه أضايقه؟ أوه جاد. بسم الله. Jump scare، لا. بلاش عفانة، بلاش عفانة. أوكي أي نيو إت. أوكي أي نيو إت. I knew it! Holy shit! سيبيني أعيش والنبي، سيبيني أعيش. فوتتني؟ يا بنت الكلب، يا بنت الكلب. The world you know. إيه يا جدعان كريبي أوي. Is only the beginning. أوكي. Carmen's a bitch. Oh shit! And so I promise you this.
You will understand your sins and you will reap what you sowed. Oh my god. Inflection. انا مش هقول لكم لو عايزيني كومن هالوين 2018 انت جاي كمان اقل من شهر. حسبي الله ونعم الوكيل. طب يا جدعان لغايه هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. يا استاذي العزيز يا استاذي الفاضل اللي كتبت لي الكومنت ده، يا رب تكون مبسوط باللي حصل لي ده، يا رب يكون عجبك الديمو واحنا بنحاول نفك التعويذه اللي شفتها في الارض دي. قولوا لي تحت في الكومنتات نشتري اللعبه دي ونلعبها الهالوين اللي جاي ولا لا. انا شايف ان الجرافيك بتاعها حلو جدا، التسلسل الاحداث كان حلو جدا 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 في الدمو، كانت مقريه شويه حته انت محتاج تقفل الضوء وتفتح الكتاب عشان تفك التعويذه والكلام ده كله، ولكن كانت ممتعه جدا بصراحه. انا ما بحبش العاب الرعب، بحبش العبها، فيمكن الموضوع ده بيخليكم مستمتعين من شايفيني وانا بتعذب، ولكن يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم يا رجاله ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تخش على الديسكورد سيرفر تعملوا لايك على فيسبوك بيج وتوصلوا الفيديو ده 1000 لايك لو عجبكم. عايزين تشوفوا فيديوهات من النوعيه دي وتنوع شويه عن ليج اوف ليجندز. شكرا جدا 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 لكم يا رجاله. كان معكم مستر احمد، ولا فيديو جديد ان شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.